طيب اسمح لي في السؤال ده، يمكن السيد ضياء رشوان قال ان الاهم في الحوار الوطني هو في الاخر تلبيه طموحات الجمهور يا سياده المستشار. طيب اختيار الموضوعات دي، يعني يمكن الموضوعات المتعلقه بالسياسه، الاحزاب السياسيه، المحليات وحقوق الانسان، دول فعلا بشكل او باخر بيمسوا الجمهور. المعايير اللي حضراتكم حطيتوها على اساس اختيار الموضوعات دي كانت ازاي؟ في اكتر من معيار. رقم واحد ان القضيه نفسها يعني واضح يعني الالحاح في طلبها، سواء بتكرار عدد الطلبات. يعني مثلا حضرتك لما تلاقي قضيه تقدم مثلا 50 او 60 حزب عدد طلبات كتير من المواطنين في شأنها، ده معناه ان القضيه دي ذات اهميه خاصه. الموضوعات نفسها مثلا يعني بحكم خبره الناس اللي قاعدين ايضا بيقدروا يستشعروا اهميه هذه القضيه. ولكن المعيار الاساسي اللي بيتبعه مجلس الامناء في هذا الخصوص اللي هو الالحاح والتكرار وتعدد الجوانب والزوايا من مقدمي المقترحات. زي ما قلت لحضرتك مثلا في قضيه هتلاقيها قاسم مشترك ما بين الاحزاب كلها، قاسم مشترك ما بين عدد كتير من المواطنين، قضيه التعليم، قضيه الصحه، قضيه زياده السكانيه، قضيه مثلا بعض الجوانب الاقتصاديه. يعني هتلاقي في قضايا كده في كل الرؤى هتلاقيها متكرره. ده المجلس الامناء بيستشعر معها ان هي يعني يجب ان تنال وقتا اطول من الدراسه وحظا اوفر من الاهتمام. يعني